كل خير مصدره الله سبحانه وتعالى، بيدك الخير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير. الله تعالى مصدر الخيرات كلها. الإمام الحسين له وجاهة عجيبة عند الله، وله وجاهة عجيبة لا فقط في الآخرة وإنما حتى في هذه الدنيا. لذلك كل ما واحد يقترب إلى الحسين صلوات الله عليه، قرب إلى الله سبحانه وتعالى يكون أكثر، عطاء الله سبحانه وتعالى يكون له أكثر. واحد كان يقول لا يوجد فوق الكرة الأرضية أغنى من الحسين صلوات الله عليه. كم حسينية أكو في العالم كلها مرتبطة بالإمام الحسين؟ كم وقف أكو يتعلق بالإمام الحسين؟ كم من الأموال تبذل على مر الأعوام وبالذات في محرم وصفر لأجل الإمام الحسين؟ ما يبذل للإمام الحسين صلوات الله عليه لا يبذل لأي قضية أخرى، لا يوجد له شبيه، وإذا وجد فهو قليل. واحد يتبرع للإمام الحسين صلوات الله عليه بواحد بالألف من ثروته، هذه درجة ولها بركات. البركة في العمر، والبركة في الذرية، والخير الدنيوي والأخروي. وبحجم تلك الرابطة والدرجة يكون العطاء الإلهي.